أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. نخصص هذه الحلقة لمناقشة استهداف الحوثيين بوارج بحرية في الساحل الغربي وتطورات معارك تأمين الساحل. تطور جديد تشهده معارك الساحل الغربي هذه المرة بعد إعلان قيادة التحالف العربي تعرض فرقاطة سعودية قرب سواحل الحديدة لهجوم من قبل 3 زوارق تابعة للميليشيا. وأوضحت قيادة التحالف في بيان لها أنه تم استهداف السفينة أثناء قيامها بدورية مراقبة، ما أسفر عن مقتل 2 من أفرادها وإصابة 3 آخرين. نقف أمام هذا الخبر لنناقشه في محورين: أبعاد استهداف الميليشيا للبوارج البحرية في الخطوط الساحلية اليمنية، وهل باتت هذه الخطوط الملاحية البحرية مهددة بعد هذا التصعيد؟ تطورات متلاحقة تشهدها معارك الساحل الغربي، ومع إعلان قوات الجيش وصولها إلى مدينة المخا وسيطرتها على مناطق واسعة، هناك زادت وتيرة المواجهات مجددا واتخذت المعركة شكلا تكتيكيا جديدا. وما زالت القوات تبحث عن تحقيق كامل أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتأمين الساحل الغربي. نتابع مشاهدينا هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. على مدى أكثر من عام ونصف من المواجهات بين قوات الجيش والميليشيا لم يتغير كثيرا واقع المعارك على الأرض يقول متابعون، ولم تشهد المواجهات تطورا لافتا من حيث الشكل الاستراتيجي إلا بعد اشتداد مسرح العمليات العسكرية في الساحل الغربي الذي يضم مضيق باب المندب وميناء المخا، أحد أهم موانئ البلاد. ومع ارتفاع وتيرة اشتباكات الساحل وإعلان قوات الجيش سيطرتها على مناطق واسعة من مدينة المخا، شهدت المواجهات تطورات تكتيكية كثيرة من حيث التقدم ومن حيث الإعداد أيضا لشكل المعركة. لعل من أهم تلك التطورات مشاركة بارجات حربية وطائرات قتالية من نوع الأباتشي. القوات الانقلابية وبعد أسبوعين على بدء العملية العسكرية التي أطلق عليها الرمح الذهبي، أطلقت تهديدات للبوارج التابعة للتحالف والتي شاركت في معركة تأمين الساحل أيضا. وأمام هذه التحولات أعلنت قيادة التحالف العربي تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم من قبل 3 زوارق تابعة للميليشيا، وأكدت في بيان لها مقتل 2 من أفراد طاقم السفينة وإصابة 3 آخرين. وبحسب البيان فإن السفينة السعودية واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات. وأما من حيث المسرح العملياتي في هذه المناطق، أعلن ناطق المنطقة العسكرية أن قوات الجيش حققت انتصارات ميدانية كبيرة وأنها أعطت الحكومة الشرعية ثقل الحضور هذه المرة في المعادلة السياسية بتحرير منطقة باب المندب الاستراتيجية وصولا إلى تحرير مناطق كثيرة في مدينة المخا. تطورات متسارعة في الساحل الغربي، المنطقة التي تمتلك جغرافيا مفتوحة للمواجهات، وتقدم ربما أصبح ملحوظا لقوات الجيش هذه المرة. وفي خضم ذلك يرجح محللون عسكريون أن المعركة ستحمل شكلا آخر في المستقبل حال توفرت الإرادة والتخطيط للحسم العسكري، خصوصا وأن تحالف الانقلاب لم يعد يتمتع بالقوة العسكرية التي تمكنه من ترجيح كفة الصراع لصالحه في هذه الجبهة. إذن مشاهدينا، أبدأ النقاش مع ضيوفي، وسيكون معي من الرياض المحلل العسكري اللواء محمد القبيبان. مرحبا بك سيادة اللواء. أهلا وسهلا أخ شادي، ومساء الخير عليك والسادة المشاهدين. أهلا بك، مساء النور. سيادة اللواء، نبدأ معك من عملية الاستهداف التي تمت يوم أمس للسفينة السعودية، يعني هذا الاستهداف للبوارج في الخطوط الساحلية اليمنية، هل سيؤثر على يعني ممرات الملاحة بشكل عام؟ ما في شك انه يعني العمليات في عرض البحر دائما ليست بالسهولة تغطيتها، خاصة ونحن نتكلم عن وجود عدد كبير من الزوارق وعدد كبير من القوارب الصيد وعدد كبير من ناقلات النفط والسفن التجارية. فالمهمة بحد ذاتها ليست من السهولة بمكان، ولكن لا يوجد هناك شيء مستحيل. لكن نرجع نتحدث
عن العمليات العسكرية. لكن العمليات المتكررة سيادة اللواء، يعني ماذا تعني في من قبل الميليشيا للسفن والبوارج التي تمر في الممر الدولي؟ هذا هو اللي أنا بقوله لك، إن هذه عمليات يعني قد تكون أو تحمل كثير من التهديد لهذه السفن والناقلات والزوارق أو القوارب الصيد، تحمل كثير من الخطر، وخاصة نحن نتكلم السنة الشابيع بعد ما تم تحرير مدينة وميناء ذباب، ومن ثم تم التوجه إلى شمالا جهة الخوخة بعد ما تم تحرير مدينة المخا وميناءها. لذلك حترتفع الوتيرة وحيكون هنالك من الصعب يعني متابعتها. فالعمليات العسكرية القادمة سوف تتأثر بهذا النوع من العمليات التي حدثت اليوم. ليش أنا أقول الكلام ده؟ الكلام ده لأنه الآن بدأ تضييق الخناق على الإنقلابيين، وبدأت الإنقلابيين يشعرون ويستشعرون الخطر بأنه في حال تم تحرير كافة الموانئ على الساحل الغربي سوف تكون لك السيطرة بنسبة 80% على إنهاء العمليات العسكرية في كافة مسرح الحرب. لذلك ما حدث اليوم هو محاولة من الإنقلابيين يعني ترويع المنطقة واستخدام العمليات الإرهابية وعمليات التفجير. ولكن ماذا سيترتب على ذلك سيادة اللواء؟ سيترتب على ذلك أنه لابد يعني من قوات التحالف بأن تدعم جهودها بعدد كبير من البوارج، يتحرك المجتمع الدولي ويشارك في هذه العملية العسكرية، خاصة تطهير ميناء الحديدة ومنطقة الحديدة ومدينة الحديدة. سوف ترتفع الوتيرة العسكرية من قبل الإنقلابيين للعمل بما أوتوا من قوة لمحاولة تهديد هذه السفن. وأيضا كذلك خلي بس أقول لك على نقطة واحدة مهمة، أنا أتوقع أن الإنقلابيين سوف يأتيهم المدد من أي مكان، وسوف يحاولون الحصول على المدد بإطلاق صواريخ متوسطة المدى لتهديد هذه السفن وهذه البوارج. لذلك نحن الآن أمام منعطف خطير ومنعطف يعني يعتبر هو ركيزة استراتيجية في العمليات العسكرية. هذا ما أريد أن أوصله، أن العمليات العسكرية سوف ترتفع الوتيرة، ولن يقبل الحوثيين بما هم فيه، سوف يحاولون، ولكن أنا أقول لك أن هذه المحاولات سوف تكشفهم أكثر. ليش أستاذ شادي؟ الآن العمليات في مناطق مفتوحة، وهذا ما كنا نرغبه من البداية، بأن يخرجوا من الجبال ويتوجهوا إلى المناطق المفتوحة. كم مرة يعني تم تحرير عدد مواقع كبيرة في اليمن ولم يقوموا بها مثل هذه العملية؟ لماذا؟ لأنهم يعون ويفهمون أن مدى إمكانية السيطرة على الموانئ سوف تضيق عليهم الخناق، سوف يتم عزل اليمن بأكملها، عزل المناطق المحررة والغير محررة، ولن يأخذوا في الصراع فترة أطول. لكن سيادة اللواء لو وقفنا أمام الحادثة التي حدثت يوم أمس، يعني بهذه الحادثة هل برأيك نتوقع أنه سيكون هناك تطور في معركة الساحل الغربي، بحيث يعني سنشهد تطور أكبر ويعني ستوضح الأيام القادمة شيء جديد؟ إذا خرج الإنقلابيين مما قام عاقلهم وبدأوا يحاولون الدفاع عن المناطق الساحلية الغربية، نعم أنا أوافقك في الرأي، سوف يكون هناك تطور، وقد يتقوقع الإنقلابيين في المواقع التي هم فيها الآن، إما في الجبال في وسط تعز وفي صنعاء وفي إب وإلى آخره من المحافظات اليمنية، ولن يتجهوا إلى مقابلة الجيش الوطني والمقاومة. فهو أمام حلين كلاهما مر، إن سبب زي ما قلت لك ذهب وتمت يعني مواجهة الجيش الوطني وقوات المقاومة سوف يخسر، وسوف تنفتح جبهات أكثر على منطقة تعز أو محافظة تعز. بماذا؟ بأنه سوف يتم هنالك دعم القوات العسكرية من الجانب الجنوبي من جهة عدن ولحج حتى تتجه شمالا إلى الضباب، ومن ثم تتجه إلى وسط المدينة. لذلك هي فعلا يعني مفرق مهم وخطير، ويجب على القادة العسكريين قراءته. أستاذ شادي، العمليات العسكرية ليست ألف باء تاء جيم، لا،
العمليات العسكرية هي قراءة أكثر من أنها تخطيط. التخطيط توضع للخطة الرئيسية. ما هو الهدف من الهدف الاستراتيجي من الرمح الذهبي؟ هو تحرير الموانئ على الساحل الغربي. ما هو الهدف الآخر من العملية العسكرية؟ وهو سحب القوات الانقلابية للعمل في المناطق المفتوحة. إذا لم يتم ذلك لابد أن يقرأ القائد الميداني المعركة قراءة دقيقة، وإلا ماذا سوف يحصل؟ سوف يتم هنالك يعني ضحايا كثير، سوف يقوم الانقلابي بعمليات كما فعل اليوم، عمليات الضرب والهروب، عمليات القنص، عمليات انتحارية. فالمرحلة القادمة سوف تشهد تطورا ملحوظا. هو ايضا يضع، هو ايضا يطرح البعض انه عمليه التحرير اذا شملت انه يعني تم تحرير المدن الواقعه على الساحل الغربي بشكل متسارع سيضمن من عدم تكرار الاستهداف المتواصل للسفن التي تمر في المياه الاقليميه. ولكن ساعود لاكمل معك سياده اللواء، لكن سارحب بضيفي الاخر حاليا، سينضم الينا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي من عدن. مرحبا بك سيد عبد الهادي. اهلا بك سيد عبد الهادي. تبقى الممرات البحريه اليمنيه عبر التاريخ تشكل منطقه صراع دائمه، وتبقى اليمن كجغرافيا نقطه تجاذب لصراع منظومه الامن الاقليمي. برايك الى اي مدى يمثل هذا التصعيد من قبل الحوثيين تهديد على خط الملاحه ومنظومه الامن الاقليمي بشكل عام؟ اعتقد ان مساله اهميه هذا المنجز واهميه المدخل الجنوبي للبحر الاحمر على خط التجارة الدولية هذه مسألة واضحة. هناك صراع كبير، هناك صراع كان بين القوى الكبرى في العالم، وانتقل الآن إلى صراع بين قوى إقليمية. كانت إيران تحاول أن تمسك بالمضيق لتتحكم أو لتفرض شروطها على العالم. اليوم الحوثيين مع حالة التقدم التي يحققها الجيش الوطني من اتجاه من المنطقة الجنوبية الغربية على سواحل البحر الأحمر، والتي تعدت من المقاء ولا زالت في المقاء عددا من الجيوب وقوة محاصرة. لكن المسألة الأهم أن الحوثيين سوف ينقلون المعركة إلى إطار آخر، وهو كيف يمكن أن يمارسوا نفس العمل الذي مارسته الصومال في فترة من الفترات، وهي تهديد الملاحة الدولية بهدف إما إدخال أطرافا دولية أو من أجل التخفيف في معركة الساحل. نعم. التي بدأت من اتجاهين، بدأت من الشمال من حرب ومنجي، وبدأت من الجنوب وهدفها الأساسي هو من الحديدة. لكن هذه العملية أيضا قد تواجه بمجموعة من الكمائن من الصواريخ المتوسطة المدى، وهذه هي الإشكالية الأساسية. وبالتالي مسألة تفوق الطيران مسألة مهمة، لكن عموما الآن هم يدخلون مرحلة جديدة، وهي كيف يمكن إرباك المنطقة والعالم وتهديد مسألة التجارة الدولية بهدف إدخال الأطراف الدولية في آلة الصراع من أجل تخفيف حدة هذه المعارك. نعم سيد عبد الهادي، يعني ما قامت به الميليشيا منذ فترة بالاستهداف المتتالي للملاحة البحرية، هل يعني كان نقول أنه لمعارك الساحل الغربي تأثير في جعل الميليشيا تخطو نحو اتخاذ هذه الخطوة أو هذا التصعيد؟ كانت جماعة الانقلاب صالح والحوثي تنصب الساحل العالم من أنها طوال الفترة الماضية هي المسؤولة عن تأمين الممر البحري، وهذا كلام غير صحيح. هي الآن تنتقل إلى طور آخر، إلى طور جلب العالم إلى هذه المنطقة من أجل الحفاظ ببقاء هذه الموانئ في أيديها، باعتبارها مناطق لتزويدها بالسلاح. فهي الآن تهدد التجارة الدولية كأنما تفرض على العالم شكلا آخر من الابتزاز. أي يجب إيقاف العملية العسكرية ما لم سوف نبدأ بتهديد هذه السفن، وهي لا تدرك أن هذه العملية قد تنقلب عكسيا وتؤدي إلى تسريع وتيرة العمل في المناطق الساحلية، كون هذه الجماعة جماعة انقلاب، أي جماعة غير شرعية تواجه سلطة شرعية. اليوم الشرعية هي من تمسك بهذه المنطقة التي تمتد أكثر من 70 كيلو من مدخل مضيق باب المنجب الى ما بعد المخا، وهي الان قد تجاوزت المخا بكثير، لكن لا زالت تمارس قوه
متواجدة في المنطقة الوسطى من السهل الساحلي الذي يصل في أقصى اتساع عنده إلى 30 كيلو. هذه المنطقة القوى التي تقدمت على خط الساحل تقريبا بحوالي 10 كيلومترات من خط الساحل مباشرة، ولا زالت قوات الانقلاب خلفها، وخلف قوة الانقلاب هنالك قوة الجيش الوطني في محافظة سعد من اللواء 17. لكن إلى الآن لا ندري لماذا لم تدخل هذه القوات التي تتبع محور سعد ضمن العمليات بشكل مباشر، وهي مسيطرة على المنطقة الجبلية، وهي التي تستطيع إنهاء هذه القوة التي عمليا تعد ممتدة في المديريات وتعد محافظة. نعم سيد عبد الهادي، استسمحك بالبقاء معي، ساعود لضيفي الاخر سياده اللواء محمد قبيبان. سياده اللواء، اوضحت في حديث لك ان هناك تداعيات كثيره قد تخلق بعد هذا التصعيد البحري، باعتقادك ما هي الخطوات التي قد تتخذها دول التحالف في المستقبل؟ الكثير يجب ان على قوات التحالف ان تكثف العمليات الاستخباريه. أي منطقة أستاذ شادي نحصل عليها أو يتم تحريرها لابد من الاستفادة أولا من جانب المعلومات، هذا أولا. ثانيا تكثيف العمليات الدوري أو الدوريات في مناطق الصراع حاليا، يعني لا أقول لك بأن يتم تخفيف المراقبة جهة المخا وجهة باب المندب وجهة ذباب، ولكن إنما يتم تكثيف العمليات العسكرية، لأنه منطقة الحديدة أو ميناء الحديدة هو المفصل الرئيس في المعركة القادمة. هذا ثانيا. ثالثا لابد من تعزيز القوات العسكرية الأرضية، بمعنى أن يتم تحويل بعض الجهود العسكرية التي تكون حوالي المسرح الحرب ليتم دعم العمليات الأرضية، لأنه في الأخير سوف نتجه شرقا إلى مناطق الجبلية، ومن المهم ومن الأهمية بمكان فتح جبهة أخرى. نحن الآن لم نرى أو هدأت بما يبدو لي أن العمليات جهة نهم وجهة حجة وجهة ميدي والجهة المناطق الشمالية هدأت قليلا، هذا ما لا يعني يكون بالصورة المطلوبة أو مفروض لا يكون بهذا الشكل، مفروض أن يكون هنالك دعم فتح جبهة أخرى لإضعافه، لأن الانقلابيين ليس لديهم أي نوع من التكتيكات العسكرية الشابي، هم يعملون في منطقة وتزداد شراستهم عندما يعملون في منطقة ولا يرون هنالك جبهة أخرى، فلإضعافهم إما فتح جبهة تعز وتعزيز العمليات العسكرية الأرضية في تعز من جهة الضباب واتجاها شمالا حتى يتم تحرير بعض المناطق الرئيسية سواء تشريفات أو سواء الحرس الجمهوري، أي مناطق يراها القائد الميداني. ليس بالضرورة أستاذ شادي أن يكون هنالك يعني رسم خط واحد لمنطقة يتم تحريرها، مثلا خلينا نقول نهم حتى يتم الوصول إلى أرحب وإلى المناطق الشمالية، لا بالعكس، أنا أريد أن أشدد على أنه فتح جبهات أخرى من أي منطقة يكون فيها تعتبر منطقة رخوة للإنقلابيين يتم الاستفادة منها، تعود أولا معنويا وتعود ثانيا هنالك تعزيز أيضا للقوات العسكرية والاستفادة منها. زيارات فخامة أو معالي نائب رئيس الدولة إلى المناطق الشمالية رأينا كيف لها يعني معنويا جمعت السكان، هذا ما هي النقطة الرئيسية اللي إلى الآن وأنا يعني أود أن أتحدث عنها، اللي هي منطقة القبائل. القبائل لم تضم بالشكل الذي نريده وكما نتوقع من فخامة نائب الرئيس أو حتى من المناطق المحررة مع مشايخ القبائل لدعم العمليات العسكرية، لذلك هنا جهود كثيرة نستطيع العمل بها. ولكن أطمئنك وأطمئن السادة المشاهدين وضيفك الكريم بأنه عندما قررت قوات التحالف بالاتجاه ناحية الساحل الغربي، أنا أقول لك يا أستاذ شادي بأن هذا هو العمل العسكري الممنهج الذي يجب أن يكون بدأنا فيه، ولكن للصعوبات التي تعرضنا بالفعل لها. لكن سيادة اللواء يعني هذا التصعيد، سيادة اللواء التصعيد المتتالي واستهداف البارجات والسفن في المياه الإقليمية، يعني هل سيكون لهذا الاستهداف تأثير على حركة الملاحة أو حركة السفن التجارية في باب المندب، بما أيضا سيضع المجتمع الدولي أمام يعني أن هناك لا خيارات، يجب أن يكون هناك موقف واضح للمجتمع الدولي تجاه هذه الميليشيا، ما الذي تراه أنت؟ شوف طال عمرك، إحنا بس خليني أذكرك بعملية قامت بها القوات الأمريكية قبل كم يوم، عمليتين وراء بعض، هي ضرب القاعدة في سواء في البيضة أو كان أمس أعتقد في شبوة.
هذا من ناحية المجتمع الدولي الآن بدأ يأخذ الجدية في محاربة الإرهاب مع وجود القيادة الأمريكية الجديدة. هذا أولا. الموضوع الثاني، هذه ليست العملية الأولى التي يقوم بها الإنقلابيين، قد تم يعني قبل ذلك التعرض إلى بارجة أمريكية، وتم التعرض أيضا كذلك إلى سفينة تجارة أماراتية، والأمس رأينا ما حدث. لذلك نحن نتوقع هذا الشيء، ولذلك يعني بفعل هذه العمليات لم نرى موقف يعني للمجتمع الدولي يضع حد لهذه التجاوزات التي تقوم بها الميليشيا. حتى الآن لا يوجد موقف يعني نستطيع أن نقول أن المجتمع الدولي قد حدد موقفا واضح من هذه التصرفات. أنا أقول لك سيد أستاذ شادي بأنه مع القيادة الأمريكية الجديدة سوف تتغير يعني خلينا نقول موازين الحرب. يعني لا ننكر جهود الأمريكان في الدعم الاستخباري والدعم اللوجستي لعمليات التحالف، لكن مع وجود قيادة جازمة وقيادة حازمة للقضاء على الإرهاب، لأنه أنت يعني أكيد أنك شفت تصريح فخامة الرئيس قبل كم يوم يتكلم يقول أريد استراتيجية عسكرية للقضاء على داعش خلال شهر. هذا معناته أن الرجل قادم ليدعم استقرار المنطقة، ورأينا تداعيات وجوده. يعني أنا بس أقول لك، تذكر موضوع أو لازلت تذكر موضوع الدول التي منعت من السفر؟ للأسف أغلب هذه الدول تقع يعني في منطقتنا، ولكن أغلب هذه الدول يوجد فيها صراعات. فكانت القيادة الأمريكية، أنا أتوقع أن يكون هنالك دعم من قبل القوات الولايات المتحدة، وسوف تأتي معها بريطانيا وكذلك فرنسا لمحاربة والقضاء على الجماعات الإنقلابية، على الجماعات الإرهابية، على الجماعات التي تريد أن تجعل هذه المنطقة فوضى. نعم. وعلى رأس إذن وضحت الصورة الأكبر اللي هي إيران. وضحت الصورة سيادة اللواء، أشكرك جزيلا. المحلل العسكري اللواء محمد القبيبان كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ضيفي الآخر السيد عبد الهادي العزعزي. سيد عبد الهادي، ماذا تخبئه الأيام القادمة فيما يخص معارك الساحل الغربي في اعتقادك؟ يعني هل تمضي قوات الشرعية في حسم معركة الساحل بالكامل؟ أعتقد أن قوات الشرعية سوف تمضي في حسم معركة الساحل بكل قوة، لكن ما كان يعيد هذه المعركة هو بطئها الشديد في التقدم بفعل الألغام وبفعل ما دفعت به، ما دفع به الانقلاب من قوة عسكرية. كان هناك تقدم بطيء مما أدى الآن إلى تنطرس داخل النخا، وهناك محاولات لاستخدام السكان في النخا كدروعا بشرية، برغم أن المدينة محاصرة. هناك كمية كبيرة من السلاح، وهنالك قناصة، وهنالك خلايا موجودة داخل النخا. الآن لا أعرف ما كيف سوف يتعامل، يجب التعامل معها عسكريا، لكن بالمقابل أيضا يجب أن يكون هناك عملا مرافقا في إقليم الساحل بشكل عام، عملا سياسي وعمل أيضا تفتيت للبناء المتحالفة مع الانقلاب من القطاعات القبلية في هذه المناطق وفي بقية المناطق المحيطة بالساحل تحديدا. لو أن الإسناد استجاب اتجاه إشراك المجموعة العسكرية الكبيرة في الساحل عبر أمد هذه الإمدادات، وبالتالي ستظل هي من تغطي ظهر القوات المتقدمة من الحاجز الجبلي المعروف بالمرتفعات الغربية لليمن، التي هي على طول الخط إلى منطقة مقتنى بسيطرة الجيش. نعم. وبالتالي هذه المسألة تحتاج نوع من العمل بهذا الشكل، وأيضا نفس العملية قد تحتاج القوات المتقدمة من اتجاه ميدي وأيضا اتجاه حرب باتجاه الساحل إلى من الشمال إلى الجنوب، وهذه نعم. العملية من الجنوب إلى الشمال. وبالتالي هذه المسألة تحتاج إسنادا سياسي وإسناد اجتماعي لتفتيت البناء والتحالفات، تحتاج تحرك، تحتاج بيان سياسي، تحتاج دعوة المتحولين أو الرضا بهم إلى مغادرة هذه الجبهات. في هذه الحالة سوف تكون جماعة قوات الانقلاب جماعة تحديدة جدا ومنهقة، ووضعها المالي أيضا سيء. نعم، إذن وضحت الصورة. المحلل السياسي السيد عبد الهادي العزعزي كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض المحلل العسكري سيادة اللواء محمد قبيبان، وأيضا الشكر للسيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي كان معنا من عدن. وختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل.
حتى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.